السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي شباب وأعمال. البرنامج يعنى بقضايا التشغيل وترقيته، وكذا يرصد أهم النشاطات المتعلقة بالاستثمار على المستوى المحلي، كما يتابع مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأجهزة العمومية للتشغيل في مجال مرافقة الشباب نحو إنشاء مؤسسة مصغرة تخرجهم من دائرة البطالة إلى عالم الاقتصاد والنشاط، وكذا المساهمة في التنمية المحلية. موضوع هذا العدد يتعلق بالبحث في مجال أو آليات إدماج الشباب في القطاع الاقتصادي والوحدات الإنتاجية، وهذا يخص مباشرة نشاط الوكالة الولاية للتشغيل بما تقدمه من خدمات في هذا المجال بالاتصال مع المتعاملين الاقتصاديين نحو إيجاد فرص للإدماج لمختلف الشرائح الشبانية. إذن ولمناقشة هذا الموضوع أسعد كثيرا باستقبال بالاستوديو كل من السيد محمد فنازي مدير الوكالة الولاية للتشغيل، مرحبا بكم. مرحبا، شكرا سيدي. أيضا معنا بعض النماذج لبعض الشباب الذين استفادوا من مختلف الأجهزة الدعم العمومية للتشغيل والمرافقة. أبدأ بالسيدة مختاري حليمة، هي صاحبة ورشة للخياطة، أيضا السيدة عبدون فاطمة أيضا كذلك صاحبة ورشة للخياطة، وكنا كذلك استدعينا بعض المؤسسات النشطة في مجال الإنتاج، لكن لسوا أدري تعذر حضورهم معنا بالاستوديو حتى نثري أكثر النقاش وحتى ننوع نوعا ما في النشاطات الحرفية والمهنية. أيضا رقمينا في الخدمة لكل من يريد التواصل والمشاركة في البرنامج، الرقمان هما 0-27-60-56-56-0-27-60-20-06. إذا نتابع وإياكم مستمعينا الفاضل برنامج شباب وأعمال الذي خصصنا موضوعه اليوم للحديث عن آليات الإدماج أو إدماج الشباب في القطاع الاقتصادي والوحدات الإنتاجية بالنظر إلى ما تتيحه هذين القطاعان من فرص حقيقية لإدماج هذه الفئة بمختلف شرائحها في سوق العمل. نعود نرحب بضيوف الأفاضل ونبدأ معك السيد المدير مدير الوكالة الولاية للتشغيل. في الواقع ربما كيف تقيم يعني مجهود أو مدى استقطاب المتعاملين الاقتصاديين على اختلاف أنشطتهم الاقتصادية والحرفية في يعني انخراطهم الفعلي في هذا البرنامج، برنامج الإدماج الشباب؟ شكرا على الاستضافة. يمكن أن نعطي بعض الأرقام لها دلالة خاصة تعطينا ربما لمحة واضحة حول مساهمة الوكالة الولاية للتشغيل في التكفل باحتياجات المتعاملين الاقتصاديين. راح نركز فقط على الحرفية على أساس أن النشاط الحرفي عنده خصوصياته وعنده أهميته، كونوا أنه مورد ثقافي قبل ما يكون مورد اقتصادي. أعطيك رقم فقط، أن الوكالة الولاية للتشغيل تعاملت مع 740 حرفي على مستوى ولاية عين دفلة. مجموعة الحرفيين اقترحوا لنا 3162 عقد إدماج. كل هذا المجهود اللي كان في صالح هذا النشاط يبرز جلياً الأهمية التي يوليها المرفق العمومي للتشغيل من خلال عملية التكفل باحتياجات هذا النشاط من حيث اليد العاملة المؤهلة والغير المؤهلة، لأن التوجه تاعنا هو تكوين يد عاملة وإدماج يد عاملة مؤهلة. هذا هو التوجه، وهذا النشاط كامل يندرج في إطار من المقاربة الاقتصادية لتعلمها الوكالة الوطنية للتشغيل ومن خلالها الوكالة للتشغيل لتسيير الجهاز المساعدة للمجمي هذه. ربما يعني تقييمكم إيجابي، فيه استجابة، فيه
نعم، إيجابية هذه العلاقة تم ربما تأكيدها من خلال اتفاقية الشراكة مضيناها مع الغرفة بتاع صناعة الميديا والحرف، مضيناها في شهر أكتوبر. هذه الاتفاقية زادت ربما أعطتنا دفع أكثر نحو ربما توسيع مجال الاستفادة بالنسبة لكامل الحرفيين. استفادة من ماذا؟ استفادة من بعض العقود الخاصة بهذا النشاط. أعطي مثال، ما يسمى بعقد تكوين إدماج، مش إدماج، عقد تكوين إدماج اقتصادي أو في الوحدات الإنتاجية. هذا النوع من العقود هو نوع جديد بالنسبة للجهة تاعنا، يهدف إلى تكوين يد عاملة مؤهلة في تخصصات في القطاع الحرفي أو الاقتصادي عموما والحرفي خصوصا، خاصة النشاط الحرفي الإنتاجي اللي ينتج سلعة. النتيجة نتاع النتيجة الأولية والنتيجة الأولية نتاع الاتفاقية نتاع الشراكة مع الغرفة أعطتنا مجموع 74 منصب عمل. بالنسبة لتكوين فتيات وشبان السن تاعهم أقل من 30 سنة ومستوى دراسي أقل من سنة متوسطة، حنا نكفلوا بتكوينهم لدى الحرفيين ربما فئة 16 20 سنة. 16 20 سنة، هما أكثر الفئة من المسالفة، وخاصة بعد ربما احنا المتعاملين تاعنا اللي حضروا معنا هنايا يتكلموا على الفئة هذه تاع خاصة في القرى والمباشر والمناطق الريفية، انه بعض الفتيات ما يكملوش الدراسة نتاعهم ويقوموا بنشاط حرفي داخل المنزل. احنا نقوم بربما اعطاء الحماية الاجتماعية لهؤلاء الفتيات ثم تمكنهم من تكوين داخل تلك الورشات اللي سيوها المتعاملين تاع الحرفيين او الحرفيين. هذا الشيء كامل ربما النتيجة الأولية نتاعو هو أننا نحافظوا على التراث الحرفي هذا، نحافظوا على النشاط هذا، نسعوه أكثر فأكثر، ونعطيه ربما فرصة لفئة الشباب الغير مدرسة حاليا اللي ربما ضحية تسلم مدرسي، تصرف. نعم، أنها تلقى فضاء مهني يسمح لها باش تعبر عن مكانتها المهنية، وربما من بعد يقدروا هما بذلك يفتحوا ورشات في القطاع الحرفي. نعم، وربما راهم حاضرين معنا في الاستوديو بعض النماذج من الشباب ومن الشابات اللواتي رفعن التحدي وأثبتن إرادتهن في مجال النشاط المهني والنشاط الحرفي على وجه الخصوص. ربما نفتح لك المجال سيدة مختاري حليمة، ربما أيضا ربما تفضلي احكي لنا كيف ربما كانت الانطلاقة مع ورشة الخياطة، وحتى ربما كيفاش كانت دوركم في تكوين فتيات يعني عديمي عديمات ربما التأهيل، وحتى ربما ضعف يعني مستوى دراسي ربما ضعيف إلى غير ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نشكركم على هذه الدعوة. التكوين تاع هذه الفتيات سورتو يجونا من مناطق نائية، يجوا محتاجين بزاف لهذه الخدمة، يكون عندهم نشاط منزلي، يحبوا باش يطوروا هذه الأخرى تاعهم، يلجؤوا لنا الورشة تاعنا، احنا نستقبلوهم ونواسوهم. لكن كما قال مدير الوكالة، نوجهوا للوكالة لكن السن تاعها أقل من 30 سنة، والحمد لله هذه المرة ما طلبوناش المستوى الدراسي. على هذيك قدرنا باش نشغلوا فتيات كما يقول لك ما كاش عندهم مستوى لكن عندهم إرادة وعندهم نشاط يعني نبث عليه، والحمد لله توجهوا لنا وحنا توجهنا للوكالة، والوكالة رحبت بينا وعطتنا عاملات، وكما يقول لك احنا يستفادوا منا وحنا نستفادوا منهم. شحال عددهم ربما؟ عدد تاعهم 7. ايه، 5 منهم ما عندهمش مستوى دراسي و2 عندهم مستوى دراسي، والحمد لله جاو يعني السن تاعهم يتراوح من 29 35، جاو يعني ناضجات كما يقولوا، يخدموا ويركزوا في خدمتهم، والحمد لله نشكر الوكالة بزاف 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 اللي يعني نظرت في هذه النقطة. كو ما كانش عندهم يعني كما يقولوا باش يشاركوا باش يخرجوا للنشاط هذا، كانوا غير في الدار كما يقولوا مخزونين، والحمد لله والوكالة هذه المرة نظرت ليهم ودارت لهم هذا الاخر ودعمتهم، وما يجوا لينا احنا ثاني نكونوهم
بالك النشاط تاعهم يكون نشاط بسيط موسي، احنا نزيدو نطورو فيهم، نعلمهم ما يجوش وما يعرفوش في الماشينه، احنا نعلمهم يمشوا الماشينه، ما يعرفوش الصاله المقص كما يقولوا، ما يخدموا غير خدمه اليد، خدمه طنيبر كروشي هكذايا. بصح كي جات عندنا قلت لك انا يا جامي شت الماشينه، بالعكس فرحت، قلت انا ماذا بيا نمشي الماشينه، ماذا بيا نخيط ونطور من العمل تاعي. والحمد لله الحمد لله اللي الوكاله نظرت في هذه الفئه، ولا غير من المناطق النائيه راهم يخرجوا وراهم يتوجوا يحوسوا على الخدمه، راهم يحوسوا على بزاف الصوالح، والحمد لله في هذه الساعه. وشين هي نطلبوا حاجه برك يوسعوا لنا في المحلات باش نزيدو نخدمو ونستقبلو نسكتو من محل مهني. انا مستادة من محل تجاري، نشكر بزاف بزاف رئيس بلدية المخاطرية بالسكري عليه هذا، انا مساعدني بزاف كما يقول لك، والحمد لله. وانا يا نطلب حاجة برك ان يوسعوا لي المحل، محل ضيق لازم فيه توسيعة باش نزيد نستقبلو إن شاء الله. إن شاء الله. ربما أيضا نخلو الضيفة تاعنا أيضا بالاستوديو السيدة عبدون فاطمة، أيضا ربما تحكي لنا أيضا عن أهمية مثل هذا الدعم ربما اللي تتلقاه من قبل الدولة ممثلة في مصالح التشغيل، أو بالأحرى الوكالة الولائية للتشغيل. يعني كيفاش كان العمل والتنسيق في هذا المجال؟ تفضلي. السلام عليكم على كل مستمعي إذاعة النفلة، شكرا لكم على هذه الاستضافة. 2007 الله أعلم ما كانت شيء سهل باش تفتح ورشة. أنا الورشة تاعي فتحت في 2007 اللي بديت العمل، كنت من أول واحدة فتحت ورشة في بلدية العاملة على كل حالي دائرة. من الدولة أو على بدعم من الدولة؟ لونساج. لونساج كنت أخذت قرض من لونساج، رغم انه في ذيك الفترة كانت نوعا ما صعبة الإجراءات الإدارية. أنا قعدت عامين باش فتحت الورشه ولا نجري، حتى العام اللي عطاو لي ديكالاج كان خلف اطار الجري. كان راح. الحمد لله الان يعني. الحمد لله الحمد لله الورشه. ربما كانت تجربه كانت تجربه صعيبه. انا علاش بديت بالبدايه هذه؟ لانه باش انا باش ناخذ رخيم البنات كيجوا عندي، تجربتي انا كانت صعيبه، اذا انا نشوف لي هو ندي لهم بالهم البنات اللي راهم يجوا عندي، علاش نشوفهم باللي جاوا منطقه بعيده؟ كان ممكن ما تخيلوش هي طفله في عمرها 20 سنه 23 سنه تخدم على بيتهم. أكيد. أنا الحالات هذه دائما نراعيها ونشوف ليها حالات اجتماعية. يعني تجي إنسانة اللي راهي في كفاف من العيش مع واحدة أخرى، أنا خير الأخرى ما نديش هذيك، هذيك من باب أنا من مصلحتي الذاتية قادرة ما تنفعنيش، لأنها تكون بالنسبة لها زيادة خدمة، بصح الأخرى راهي تسعى لها لأنه فعلا بالنسبة لها راه دخل. إي والبا في الإطار الشيء الجديد اللي تكلم عليه المدير في التأسية في إيكو، هذولا دخلناهم مازال ما بديناش حاليا، كنا يوضعوا في حطينا كل شيء حتى راه ورا ما يحطوا في الملفات ملفات التوقيت الشهري تاعهم باش يخلصوا جداول جدول اللي حضور الحضور تاعهم هذا الشهر اللي بداو فيه. يعني فعلا كما قالت الاخت شفنا ناس شغل ما جاتوش زي فرصه، هي قاعده في الدار بمستوى ضعيف وراح تدخل 600,000. يعني بالنسبه لها شغل فتحت لها باب كما يقولوا هنا طاقه قدر بالنسبة ليها. احنا بالك واحد اخر انسان اللي راه عامل بخاصة تاع 48 لا يشوف فيها بلي ماهوش دخل، لكن بالنسبة للناس الضعاف هو بالنسبة لهم دخل، كأنها طفلة في مقتبل العمر سواء مخطوبة ولا متزوجة بالنسبة لها حتجهز روحها بهم. هذا لما نضرب النظرة المادية، لكن بالنظرة للعامل كما قالت الأخت راح يشوفوا ورشة، هي تا ما شافتش ورشة كثيرة. كاين آلاف راهي تخدم هي ما شافتش علاش كثير الآلة هذه. إذا راح تتعامل معاها. ومن الناس هذو انا عندي مثلا كاين ناس كنت نعرفهم من ابناء جيران ولا ناس نتصلوا بهم راح يعاملوا كي تشوفها في النظره الاولى راح ممكن ايه تقعد لنا نشدوها كي تعلم على يدي انا نسحقها تقعد عندي البنت هذه راح نخدمها ولا كاين عقود واحد اخرى ولا ما كاين جديد من القدام انا عارفين ايه قادرين نشدوها عندنا. احنا دائما نتعبوا معاهم في المجال هذا وعلى فروق يعني فرضيه تختلف ربما يعطوهم امثله في الخياطه في التكوين هذا قرية في التكوين كاين اشياء في التكوين تصيب لي عالم الشغل عالم واحد اخر. انا لما نعطيها خدمه ولا لاطاش تشوف الفيديو تشبه في الخدمه دي الا تخلع ومن بعد تدخل في الميدان وتكمل. ونعود ربما نرجع للاسف صلب يعني موضوع الحصه بالنسبه للامكانيات اللي وفرتها الدوله من اجل ادماج هذه الفئه الشبان يعني في الورشات، يعني تشوفوها مفيده ايجابيه بالنسبه لكم انتم كمسيرين انا شخصيا لو كانت جات الدوله تخلصوا مستحيل نقدر ندير عاملات سته تكاليف يعني اي تكاليف بالنسبه لنا هاي الدوله راهي تخلصوا وتتخلص لنا صيرو.
هذه بالنسبة لي مستحيل تحضر بالك عاملة واحدة ما راح نقدر نجي فوقها باش نقدر تكون على مستوى المنطقة الدائية تاع العمل تاعنا قبيل عندنا بالنسبة نقولوا لتسويق العمل تاعنا مشكلة احنا ما بقيناش تسويق فات على كل حال الغرفة الحرفية مشكورة كان درت لنا دورة السيد جانا من سوق الحراس تكوين على كل الله أعلم ايه أستاذ أستاذ المدير كنت حاضر معنا نعم نعم الأيام الدراسية اللي درناها في الغرفة الحرفية هذيك في إطار ربما في المؤسسة لا في بعد ما مضينا العقد نتاع الشراكة هذه أول نشاط قمنا به على مستوى غرفة الصناعة الحرفية من خلال أنه كان أول لقاء مع مجموعة من الحرفيين قدمنا بطريقة مباشرة بدون خلفية كذا قدمنا مجمع الإجراءات التحفيزية اللي يستفاد منها الحرفي في حال توظيفه لمجموعة من الشباب باش توظيفه تكوين ثم إدماج أنا حبيت برك ندير إضافة مهمة جدا أنه شوف كاين هشاشة مهنية وكاين هشاشة اجتماعية دونك سي بريكاريتي بروفيسيونيل اي سوسيال دونك حنا دورنا في اطار مهمتنا كوكالة وطنية التشغيل في اطار مساهمة في التطور الاقتصادي ومحاربة البطالة اننا نهتم بايجاد حلول لمفهوم الهشاشة المهنية من خلال انشطة التكوين والتكفل بفئات اجتماعية كما قالت الأخت الكريمة اللي تسكن في مناطق ريفية يعني الفقر يعني صح إذن هي مقاربة ثنائية من جهة نحاول أن نقلص من الهشاشة المهنية وفي نفس الوقت نقلص من الهشاشة الاجتماعية أننا نحاول نمكن هذه الفئة ربما راهي مقصية من مجموعة التحفيزات المهم تكون عندنا من نفس الفرص باش يستفادوا إن شاء الله من كل إجراءات التحفيزات اللي قرتها الدولة من خلال مجمل البرامج سواء كانت برامج تاع إدماج أو برامج تاع إحداث نشاط. نقدروا سيد المدن ربما المستمعين حتى أصحاب مؤسسات راهم يسمعوا فينا الآن يعرفوا واش ما هي التحفيزات والامتيازات اللي هي موثقة يعني في القوانين. نعم هي بالنسبة نبقاو دائما في دعم التشغيل. نعم في قضية الجديد في جهاز المساعدة المجمعاني أنه هذا كاين اقتراح عقد جديد اسمه عقد تكوين إدماج اقتصادي وكاين عقد تكوين إدماج في المؤسسات الإنتاجية. هاد العقدين هما جديدين بالنسبة للعقول الأخرى. وش الهدف تاعهم؟ الهدف تاعهم أنهم يهدفوا أولا إلى تكوين يد عاملة مؤهلة لدى نشطاء اقتصاديين أو لدى مستثمرين اقتصاديين أو لدى مؤسسات مصغرة أو متوسطة. الهدف وش هو؟ الهدف أولا أننا نمكن الحرفي أو صاحب المؤسسة أنه يكون المود البشري تاعه. يعني تكوين ذاتي بإمكانيته الذاتية. علاه التكوين هذا يكون داخلي مثلا المؤسسة باش نمكنوا باش نحصلوا ما يسمى بمفهوم الديمومة معناها أنا نرافق المؤسسة في تكوين موردها بشري تمرافقها من حيث الحماية الاجتماعية من حيث الأجر إذا أعطي فرصة لذلك لتكون المؤسسة أنها تحتفظ بالمكونين ويصبحوا موظفين عندها بكامل الحقوق تاع عقد العمل العادي إذن هذا هو التوجه التوجه هو المساهمة في الجهد التكويني اللي تعتمد الدولة من خلال المنظومة التكوينية أو المرفق من التكوين والشيء الثاني أننا نوجد أو نسهل عملية إدماج نهائي للمستفيدين من التكوين إذن هي كما قلت مقاربة ثنائية على ذكركم التحفيزات أيضا هناك أيضا قانون يتعلق بتحفيزات موجهة لأصحاب المؤسسات التي تدعم يعني تشغل وتدمج شباب في ورشات مختلفة على مثل يعني الجباية ويعني تخفيض الضرائب وحتى عدة يعني تحفيزات أقرها القانون. نعم. كاين تحفيزات جبائية وشو جبائية كاين تحفيزات مرتبطة بأن الدولة تكفل في السنتين الأولين تكفل بالأجر والحماية الاجتماعية. بس تشتيرك. نعم. صندوق الضمان الاجتماعي. هذه بالنس هي التكفل تام بالعامل يعني. لا التكفل تام بالكلفة الاجتماعية. هذه أن وكيفاش يكون تكفل جزئي عندما نمر العقود العام المدعم. أن الدولة تكفل بعشرين بالمئة مثلا من مجموعة 25% يبقى على عاتق المستخدم 5% فقط هذه في إطار مجموعة من التحفيزات اللي اقترحها الدولة كذلك المساهمة بالنسبة لعقود العام المدعم في جزء من أجرة المستفيد إن هي كلها تسهيلات ربما تساعد خاصة أصحاب المشاريع المصغرة كما مثلا أغلب الحرفيات مثلا استفدوا من أجهزة إحداث نشاط لونساج ولا تاع لونجان دونك حنا نساعدوهم نرافقوهم في بدايتهم أن الانطلاقة تاعهم تكون بأقل كلفة
نساهموا في نجاح مشاريعهم باش هما كذلك يوليو يكونون يد عامله مؤهله في التخصصات هذه. وحاجه ثانيه انه تصرا كيما نيسيماج كيما ديك تاع خليه النحل وحده تاع وسموها اسمها ورشه نتاعها ورشه نتاع حرفي بعد سنتين تخرجنا ورشتين ثلاث ورشات وهنا يتوسع النشاط الحرفي والنشاط الحرفي احنا نعرفوا باللي قطاع اللي يشغل يد عامله كثيره. اذا هذا هو التحدي نتاعنا. التحدي نتاعنا هو مرافقه الحرفيين في بدايه مشاريع نتاعهم، نسمحوا لهم انهم يكونوا ويدمجوا الموظف البشري اللي يحتاجوه بكلفه رمزيه جدا. وهذه ربما اللي تخلينا نبذل كل جهدنا. وفي هذا الإطار عفواً قمنا بإمضاء عقد شراكة أو اتفاق شراكة مع الغرفة، مع غرفة الحرف، وإن شاء الله في شهر مارس راح تكون اتفاق الشراكة مع غرفة الفلاحة، راح يكون موضوع واحد آخر. الهدف من هذه الأنشطة كاملة وش هي؟ أننا نقرب أكثر فأكثر من المتعاملين الاقتصاديين سواء في النشاط الحرفي أو الاقتصادي، ونسمحوا لهم باش يستفدوا من كل الإجراءات التحفيزية اللي أقرتها الدولة. الهدف منها هو تطوير الاقتصاد وبناء نسيج اقتصادي يتطور من بعد شيئا فشيئا يعني بالتدريج إن شاء الله تكون نتائج جيدة إن شاء الله في كل المستويات. نعم الأخت المختارة حليمة، أنتم بصفتكم يعني ورشة مؤسسة مصغرة استفادت من دعم الدولة في مجال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أونجام، يعني الآن من حيث خارج ربما كنت ذكرتي انه المقر ربما ضيق بالنسبه لهذه الورشه اللي راهي تكبر، يعني الورشه نحبها تكبر ونزيد ماذا بيه نزيد ندخل عاملات، لانه يوميا يجوا بنات. سمحي لي فقط يعني اضافه الى هذا الانشغال يعني المتعلق ب ربما ضيق المحل، بالنسبه لتسويق المنتوج يعني هل فيها، ولا بالنسبه حتى للماده الاوليه ارتفاع الاسعار تاعها يعني تشوفوا تصيبوا صعوبات يعني في الميدان في هذا المجال؟ نصيبوا بزاف صعوبات يعني في الماده الاوليه وفي تسويق المنتوج. بزاف نتلاقاو صعوبه في هذه الماده الاوليه ومع التسويق. متوفرة أم غير متوفرة؟ هي متوفرة بصح يعني باهظة الثمن. كما يقول لك احنا هو منتج محلي ولا يعني مستورد؟ لا محلي، يعني ما باش نستوردوا مازال ما وصلناش لهذيك المرحلة من المدى الأولية يعني مستورد. لا دوك حنايا رانا ننتجوا، حنايا رانا مؤسسة مصغرة منتجة. دوك هي يد عاملة اي توفرت لنا كما الوكاله عطات لنا يد عامله، يبقى دوك يبقى لنا باش نوسعوا في المشروع تاعنا اللي هو محل. نطلبوا من البلديه تنظر لنا كحنا كورشه خياطه. بالنسبه لوكاله لونجام ولا لونجام يعني ما اتصلتيش بهم؟ ربما فيها امكانيه لدعم ومرافقه. اتصلت وشنو هي؟ قال لك المحلات هذه التجاريه راهم في اطار دراسه، يعني حبسوهم. قال لك غلغنا راهي في الدراسه، راهي راهم يدرسوا فيها، لكن فيها هذا هو الجواب اللي يعطوه لنا. لا المشكل في هذه المحلات التجاريه دايرينهم كما نقولوا حنا برا من الاخر، دايرينهم في المناطق. الدوله صرفت مليارات على المحلات هذه، راهو مناطق نائيه راكم تفوتوا عليها وتشوفوا اللي حصل فيه. لكن فيه ربما راح يكون فيه جديد ربما بالنسبه لهذه المحلات باذن الله. هما وعدونا ربما لا هما يعني وعدونا بهذا الامر وقال لك كاينه فيه دراسه ورانا نستناو ان شاء الله. على مستوى شخصي انا كنت اتصلت بهم، على مستوى الدائره تاعنا البلديه تاعنا المحل تاعي مثلا شخصيا كنت قدمت فيها تعب اللي ما نخدمش فيه، انا المحل هذاك ما يساعدنيش ماتيريال جايبه كريدي ديالي، انا باش نحط له 100 مليون ثم من بعد صباح ما نصيبوش، انا اللي حنخلصو واش راح يخلصو واحد اخر. اذا المكان هذا عندي شهر من 2009 لحد الان راني نستنى روحي. قال لي من بعد نستناوك، راني وجه له نداء منا الى كذا يسمع فيا مسؤول المحل تاعي وما عاودش وليت ليهم. على كل حال اذا ما داروا فيه حل الله اعلم، لكن المحل انا اخباري عنده المحل ما قعد فيه لا كارلاج الحيطه اللي بريزيا تنحى وقاعد يروح فيها ويغير. معليش ربما استاذ فيها. نعم باش نبارك بور لو كادر يبارك الاخر، حبيت نذكر تجربه ناجحه في المجال هذا بعد انه قمنا بزياره دائره بريت جندل. كاين هناك ورشه تاع النسيج
ورشا كانت في وضعية لا نشاط، الحمد لله مع بتنسيق مع مدير الغرفة الحرفية الصناعة الحرفية قمنا بال، يعني أنا زرت شخصيا زرت الورشة، لقيت حقيقة مصنع صغير للنسيج، فيه فتيات السن تاعهم يتزوج 25 سنة، كاين اللي عندهم متخرجين من الرسول الهناني وكاين اللي بدون تكوين. صدقني يعني كل اللي يعطينا حياة جديدة للورشة هذه، من حيث أنه تكفلنا بكل العاملات على مستوى الورشة من خلال منحهم عقود تاع تكوين إدماج. الورشة الآن راهي تنشط، يعني شفنا بأم عيوننا، شفنا كاين هناك عملية إنتاج حقيقية لطابي هذوك، يعني بواحد النوعية جيدة جدا. ونشكر من هذا المنبر رئيس الطيران تاع جندل اللي كان حاضر معنا، اللي ربما هو سيكتريك أعطى الشجيع الكبير لهذه الورشة. حبيت نذكر هذا المثال باش نقول شيء مهم، باش نوصل النداء إلى كل الحرفيين على مستوى ولاية عين دخلة، حتى المستثمرين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا العقد تكوين إدماج يمكنهم من شيئين. أولا يمكنهم من أنهم يكونوا الأمور الباشرة نتاعهم بأنفسهم، الشيء الثاني انهم يعطيوا فرصه لهؤلاء الشباب انهم اولا يتعلموا حرفه، وثانيا ربما راح يكونوا اصحاب مؤسسات مصغره. اذا كل المتعاملين من حيث سواء المرفق من التشغيل او المتعاملين الاقتصاديين يساهموا بطريقه او باخرى كما قلت في بناء نسيج اقتصادي. احنا كمرفق من التشغيل احنا نساهم في تقليص هذه الكلفه والاعباء، يعني الاعباء نعم، من حيث اعباء الموارد البشري. نعم. لا باش يولي المنتوج تاع الورشه يكون مش منتوج منتوج تنافس سعر مستوى السوق. نعم. اذا مساهمتنا في التكفل ببعض الاعباء المرتبطه بالحمايه الاجتماعيه والاجر تساعد الحرفي او صاحب المؤسسه المصغره في انه المنتوج تاعو يكون اقل كلفه، يولي عنده منتوج اكثر تنافسيه. نعم. لان نعرفوا باللي المنتوج من شروط تنافسيه الكلفه، حتى صاحب الورشه الان خاصه الفتيات الان العالم تطور، هناك الانترنت، هناك مدارس، هناك تكوين متواصل، نشوفوا حتى ربما صاحب ورشه اذا كان عنده تحصل في على دبلوم في الكفاءه المهنيه في الخياطه، ولا حتى يعني في الطرز، ولا في لست ادري باي اختصاص في مجال الخياطه، وكانه تنقطع يعني الافكار والابتكار ينقطع، في يعني يحبس صاحب الورشه، يحبس في التاريخ متى تحصل على الشهاده. لكن ما شاء الله راه في دائما حاجه جديده في المجتمعات، تطور باهر يعني في كل المجالات، وحتى في مجال الخياطه على سبيل الذكر. رانا اليوم رانا نهضروا على كل عام كاين جديد، وخاصة عبر وسائل الاتصال اللي راهي دوكا تمكن لكل انسان عنده الحق باش يشوف باش يتواصل مع ناس حتى خارج الوطن باش يتعامل معاهم وتشوف الجديد وتنمي الحرفة تاعك وتضيف لها الجديد، حتى شيء اصلي ويقعد دائما في اصلي لكنه تضيف له الجديد اللي يميزك على واحد اخر، على ورشة واحدة اخرى. وشفنا حتى ربما حتى انه الدولة هي واعية بهذا الامر، هناك مسابقة وطنية للحرف التقليدية، يعني للصناعة التقليدية، جائزة رئيس الجمهورية يعني للصناعة التقليدية يتحصلوا عليها، حتى في ولاية عين دفاع على ما أظن تحصلت عليها أيضا في مجال الطرز، فتاة من العبادية على ما أظن تحصلت على المرتبة الثانية في إحدى المسابقات السنوات الماضية. هذا أكيد أنه فيه إمكانية لأنه منتوجكم لما لا يصبح وطني، يكون عنده علامة كما يقولوا علامة مسجلة، وينافس لما لا من بالعكس منتجات احنا في الخارج. منتوج عالمي، هي يعني ما كيفاش تشوفوا إلا جيراننا، معناتها إلا جيراننا هنا في جنبنا برك نشوف فيه منتوج عبر وسائل الاتصال، منتوج معناه عندهم ثقافته وعندنا أصالتنا، نشوفوا منتوج راه يعرف في دول أوروبية، منتوجهم يشبه منتوجهم وربما منتوجنا أحسن من منتوجهم. الطموح هو كل شيء، يعني كيكون كان طموح، أليس كذلك أستاذ سمير؟ نعم سي الهادي، أنا فقط حبيت نعطي آلية للتواصل الجديد. إحنا بالنسبة لوكالة التشغيل عندنا رقم أخضر، رقم أخضر الموضوع تاع تصرف كل المتعاملين تاع المرفق من التشغيل، خاصة الحرفيين وأصحاب المشاريع الإنتاجية وغيرها، 3005. 3005 هو الرقم الأخضر للوكالة الوطنية للتشغيل، من خلاله يمكنهم الاستفسار على كل ما يرتبط بالخدمات المؤسسة تاعنا، وسيجدون كل الإجابات الممكنة حول انشغالاتهم.
إذن هو 30.05 وسيلة اتصال جديدة في إطار المقاربة، تحسين المقاربة الاتصالية للمؤسسة نتاعنا، يمكن المتعاملين نتاعنا أنهم يتواصلوا معنا بطريقة أسهل وبدون يعني بسرعة جدا. النقطة هذه سيد المدير، أنا بتعذر، أول مرة نشوف ملاحظة في التغيير، ومهنا شرحت الإدارة في التسعينات كنا ندخلوا ليها كنا صغار، فرق كبير، فرق شاسع في الألفينات بكم، لكن تحسنت الإدارة بك. بالعكس احنا الحرفيين عندنا استقبال خاص خالص. لا ما شاء الله تحسنت يعني الأمور. لا تحسنت كثير 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 تحسنت استقبال سواء على مستوى ولا حتى مستوى الناس اللي هم خدامين عندنا ويروحوا ليهم. نعم شكرا. ربما نختم معك سيد في النازي، بعد الاتفاقية اللي أمضيتها مع غرفة الصناعة التقليدية، في اتفاقية أخرى مع الغرفة الفلاحية إن شاء الله على قريب، هل فيه أفق أخرى لتفعيل أكثر هذه الصيغة من العقود؟ نعم، راح نتواصل مع غرفة الصناعة كذلك، اللي راهي غرفة عندها تأثيرها في الوصل الاقتصادي. هذه الاتفاقات وهذه كل أنشطة واش هدفتها؟ أننا نقرب المنفق العمومي من كل المتعاملين الاقتصاديين، حرفيين، فلاحيين أو صناعيين. الشيء الثاني هو أننا نوصل القاعدة الخدماتية نتاعنا والعرض الخدماتي نتاعنا بطريقة أسهل، تخلي كل الاقتصاديين يستفيدوا من مختلف الاحتياجات وكذلك مختلف الأجهزة اللي ربما تساهم في كما كنا نحكيو في التقليل من الكلفة تاع المنتوج تاعهم، في جعل بتحسين تنافسيتهم على مستوى الأسواق حسب الواحد نتاعو المنتوج تاعو. الشيء الثاني أن نجسدوا مفهوم المرافقة مش فقط مع طالب الشغل، كذلك مرافقة المؤسسة أولا في تحديد احتياجاتها من الموارد البشري، ثم المساهمة في تكوينه، المساهمة في ديمومة علاقة العمل تاعو. إذن هذه هي مساهمتنا، نسموها في بإطار عام هي ربما مساهمة في محاربة البطالة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وشيء ثاني أنه نكون أقرب فأقرب من متعاملينا من خلال تنويع الخدمات وإيصالها بالطريقة السهلة المبسطة جدا. وشفتوا هنا حرفيات، يعني شفتوا الحمد لله أنه الأقل فيهم عندها 6 مناصب 7 مناصب. نتمنى أن كل حرفي من حرفيات يحلو حلو زميلتين ويساهموا في تكوين هذه الشريحة من بناتنا وولادنا، اللي ربما كانوا ضحايا تسرب المدرسي، نعطيهم فرصة أنهم ولوجهم لعالم الشغل يكون ولوج السهل السلس من خلال مساهمتنا كل ومساهمة الإذاعة الجهوية بعند فلان. شكروها على كل مرة أعطينا فرصة باش ربما نوصلوا لدعاياتنا إن شاء الله. شكرا لواجب، هذه من مهامنا، نبقى دائما إن شاء الله في خدمة الشباب نحو الأفضل إن شاء الله، وترقية نشاطهم وترقية بصفة عامة الحياة الاجتماعية الاقتصادية بالمنطقة. نشكركم كثير سيد محمد فنجمي مدير وكالة الولاية للتشغيل على الحضور، الأختين أو سيدتين مختاري حلمة وعبد الفاطمة صاحبتا ورشات للخياطة بعين الطفلة. الشكر موصول لزميلي وراء العرض التقنية أبو بكر وأمان، وهذا هادي قارح سنحييكم، نلقاكم إن شاء الله في مواعيد مقبلة بحول الله. شكرا.